السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في حصة اليوم اللي غنتعرفوا فيها على أسماء المواد الغذائية باللغة الفرنسية. فأولا المواد الغذائية هما les produits alimentaires. Les produits, المواد alimentaires الغذائية. Les produits alimentaires. فلنبدأ على بركة الله. سكر هو le sucre. Le sucre. Le sucre. البيض les œufs les œufs les œufs. فانتبهوا بالنسبة البيضة واحدة فهي l'œuf، فهنا كنتقول حرف الآخر في الكلمة اللي هو f فكنقوله l'œuf. أما إلى عندنا البلوريال أو الجمع فكنقوله les œufs. هاد f لا ننطقها les œufs. داكور دونك البيض هو les œufs، بيضة واحدة لف. نتمنى يكون واضح لكم. طحين لا فارين لا فارين لا فارين. زيت لويل لويل. وبالنسبة لزيت الزيتون هي ويل دوليف. شاي لو تي لو تي لو تي. القهوة لو كافي لو كافي لو كافي. الحليب لو لي لو لي. انتبهوا بالنسبة لو لي كنكتبوها بالتي في آخر الكلمة ولكن لا تنطق لو لي. العصير لو جو le jus. هنا ايضا بالنسبه لو جو كنكتبوها باس في اخر الكلمه ولكن لا تنطق le jus. المشروبات الغازيه les boissons gazeuses les boissons gazeuses. ف les boissons كتعني المشروبات. المشروبات بصفه عامه هما les boissons. gazeuses كتعني غازيه. Gazeuses. المشروبات الغازية هما les boissons gazeuses. الماء المعدني l'eau minérale l'eau minérale l'eau minérale l'eau minérale. l'eau هو الماء معدني مينيرال. l'eau minérale هو الماء المعدني. الزبدة le beurre le beurre le beurre. المربى la confiture la confiture la confiture. العسل le miel le miel le miel. الجبن le fromage le fromage le fromage. المعجنات هما les pâtes les pâtes les pâtes. الملح le sel le sel. ثوم l'ail l'ail. فلاي كنكتبوها ب a i l l'ail هي ثوم. فبالنسبة للتوابل فهما les épices les épices les épices. فعندنا بالنسبة للتوابل كاين الفلفل الحار او الابزار فهو le poivre le poivre le poivre. الزنجبيل le gingembre le gingembre le gingembre. الكركم le curcuma le curcuma le curcuma. le cumin le cumin le cumin le cumin. le carfa la cannelle la cannelle la cannelle. le khel huwa le vinaigre le vinaigre le
vinaigre. الخردل la moutarde. المايونيز. alors بالنسبة لل هاد الصلصات فكيتسموا les sauces. وبالنسبة للمايونيز فهو la mayonnaise. فلا مايونيز كنكتبوها بدوزن la mayonnaise. صلصة الطماطم فهي le ketchup. الأرز le riz. فهنا أيضا le riz كنكتبوها بزاد في آخر الكلمة ولكن لا تنطق le riz. الأرز. سميد la semoule. العدس فهو les lentilles. وبالنسبة للمفرد أو سنجولية فهي la lentille. حمص le pois chiche. الخميرة هي la levure. وبالنسبة للخميرة الكيميائية أو الخميرة الصناعية فهي la levure chimique. Le chocolat. البسكويت le biscuit. زبادي le yaourt. سكاكر أو الحلويات les bonbons. العلكة فهي le chewing gum. المصاصة la sucette. وبهذا كنصلوا لنهاية الحصة. نتمنى درس اليوم تكونوا استفدتوا منه وتكونوا تعلمتوا أسماء لي برودوي أليمونتيغ أو المواد الغذائية باللغة الفرنسية. نتمنى أيضا تشاركوا الدرس مع أصدقائكم وأحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائدة. ما تنساوش لايك أو جيم الفيديو، فهذا كيشجعني باش نقدم لكم مزيد من الدروس. ونتلقاو في الحصة المقبلة إن شاء الله.